انتحار انتحار دير القنب بعنقه ودير سميتو الكرسي وحاط حداه الدويق ديال خوه مريض بالاعصاب. اختو تتقول لي بغيت خوي ما غنبقاش نشوفه تتمرح في الارض. الويل ديال الضحيه بسبب الفقر ولدي باش انتحر. كيفاش جات هاد الحادثة؟ كيفاش تقريت المعبر؟ كيفاش؟ هاد عندي طلع الباك قال لي تقريني الفلوس المدرسة التخصصية. قلت له تنعيش ب 1500 درهم ما كافينيش حتى في المعيشة. ما يمكنش نقريك، صبر عليا ما بغاش يدخل يقرا. تقريبا 20 يوم ما تمشيش، تيتسنى فيا الرد الفعلي اللي غندير. تيعاود ياكد عليا الويد قريني فلوس قريني فلوس. تنقول لي راه ما نقدش قال لي صافي ما تقدش خلي صافي دابا نوريك اش غندير. قلت لي ياك ما باغي تنتحر؟ قال لي لا حاجه اخرى. انا فكرت في الحريق، قلت راه غيحرق ولا اش غيدير. من بعد اليوم مع البارح في الليل 12 الليل جا كانت خارج تيلعب واحد الماتش الكره مع الدراري، جا تنتسنى فيه. انا نسيت يدخل حتى الناس. جا دخل تعشى عشاه، انا ميت تستوتي تعشى، دخلت نعس صافي. تاكدت منه راه كاين الصباح باش نمشي للعمل. تنوض الصباح تنشارجي لي التليفون ديالو يوميا، تندير لي التليفون شارج، لقيته ما كاينش. قلت هذا خارج تيتريني مع 19 عام. قلت هذا مبلي بالرياضه يكون خارج تيتريني. مشيت جيت مع الوحده للدار، سولت امه قلت لها جا؟ قالت لي ما جاش. قلت ارسوني لي المره الاولى الثانيه الثالثه ما جاوبنيش. قلت خلي على خاطره. جيت بالعشيه مع تقريبا 7 ونص جيت للدار. قلت للمراه جا؟ قالت لي لا. قلت لها ما يمكنش. وانا سبيكر يعني ما كانش هو من العادات ديالو انه يتعطل على الدار. لا لا ديما تيكون. مشيت عند صحابو، تنتصل صحابو تيقول لي تنتصلوا به ما تيجاوبش. تنتصل انا بالنمره ديالو تتصوني ما تيجاوبنيش. بقيت ندور ناكد عند صحابو ما كاينش. شيت ليرجونس قالوا لي ما كاينش. شيت عند البوليس قالوا لي ما كاينش. البوليس فكر انه قدر يكون انتحر. تنقلب تنقلب في جناب الدار، حتى تيبان لي راه واحد لاكور عندنا في واحد الدار في العربيه. كيفاش كانت الحال ديال الانتحار؟ انتحار دير القنب بعنقه ودير سميتو الكرسي وحاط حداه الدواء ديال خوه مريض بالاعصاب. الدواء ديال خوه شربو كامل. شرب شي دواء قبل ما يدير القنب؟ قبل ما يشرب شرب الدواء ديال النعاس ديال المخدر ديال الاعصاب والسيروات داير به الدواء الرمز ديال الدواء اللي شربوا وعلق راسو. لا اله الا الله. حسيت براسي بحال هذا لمس بحقه. تيقول لي قريني ما قديتش عليه. تيقول لي ما عنديش انا باش قدره باش نقريك. راه انا تنطلب باش نعيش. خار خدام هذيك الاسره ديالي ما كافيه. وهذا الشيء اللي كتب. انا بعدا في دوار ولاد احمد خليل كاع عروبي في العروبيه ما عندي لا ضو ولا جينا تما ما كنلقاوش لا اناره لا حتى شي حاجه. لا ضو ما عندي لا ما عندي. شنو الجماعه تابعه؟ تابعه جماعه ولاد عبدون خريبقه. المراه عندي عندها السكر. الولد الكبير عندي عنده تيشرب الاعصاب الدواء ديال الاعصاب مرتين وتيق يعطينا في الاعصاب وتنهزو نكتفو ندوي للبوليس. والدري تيشوف ديك الوضعيه مو مريضة. انا ما عنديش ندخل خوه مريض وهادشي اللي جعلو باش ينفع. شحال عندو ديال الاخوان؟ عند اربعة. عند اربعة الاخوان؟ بنية وهو كاين دري كبير ودري صغير منه وهو وعاد البنت الصغيرة. يعني كيفاش داير الحالة ديال العائلة وخصوصا الوالدة ديالو وهي تقاتت الخبر بالانتحار ديال ابنها؟ لا ترسل لها الحالة لا ترسل لها بنت اختو تتقول لي بغيت خويا ما غنبقاش نشوفه تتمرح في الأرض. أمو ما بغاش تسكت من البكا النهار كامل الليل كامل وهي تتبكي وعندها السكر. على لون الله شو واقع عليها دابا؟ بسبب فقر. باش ولدي باش تقول لي قال لي علاش ولدتيني؟ قال لي علاش ولدتيني؟ ما قالتش عليا علاش ولدتيني؟ يعني كانت عنده انه رغبه. قال لي الوالد ويعاونك ويساعدك. قال لي الوالد انت دابا ما عندكش، انا بغيتك تعاوني نقرا باش انا نتخرج شي حاجه نعاونك ونعاون راسي. قلت لي انا ما عنديش القدره باش نقريك. قرا في المخزن نطلبوا عليك الاساتذه نعاونك بالسويعات وهذا. صاحبي دار داكشي اللي ما بقاش يهضر معانا. كاين اخر كلمه تيقول لك دابا تشوف واش غندير. وباغي يقرا هو. قال لك انا باغي ندير استاذ تعاونني ندير استاذ. شي عاون العائله كيشوف الوضع ديال العائله. باغي ندير استاذ باش نعاونك ونعاون راسي وهذا. ما بغيش نخرج للتمره.
عاوني صبر الوالد صبر تسلف ليا من البنكة خرج الدرية تتقري بالفلوس خرجها وزيد قريني انا لي انا اللي بقى عام قال لي وغنمشي نقد راسي كثير ما نقدش على كل بنت تبعت لي واحد القرايه ما يمكنش نفشلها تايا نضيعها تايا خلي الدريه تنساها هذيك بلا ما تهضر لي عليها هذيك حاله خاصه بوحدها انت غنزيدك سويعات وغنطلب لك الاساتذه انا خدام مدرسه غنطلب لك الاساتذه اللي غي يتصلوا بالثانويه تتقرا فيها الاعداديه وشنو قلت ليه وغادي نتعاونوا معاك وغادي وخلص عليه واحد الشهر ديال سميتها ديال السويع وقال لي مازال خاصني مواد اخرين قلت ليه مازال تما نعاود نطلب الناس ينقصوا بشويه ولا يتعاونوا معنا وهذا الشيء اللي دار بيناتنا الحوار الحدث ديال اللجنه ديال المعاينه اخر مره غادي نشوف خرج مع هذيك العشره كيفيق معطل شويه وسلم عليا وداك الشيء ومشى وهي تقول لي امو قالت لي انا مابقاش باغي يقرا راه طلع راه في الباك مابقاش باغي يقرا وما خلانيش ندوي معاه قال لي انا جاي غادي نرجع نمشي للحانوت ما رجعش بقيت نتسنى صافي ما رجعش هذيك هي اخر مره وقالت لي انا مابقاش انا حسيت به بحال ماشي هو داك ملي قالت لي راه حتى الماكله ولا كيطيب الراسو عاد باش ياكل صافي بحال حسيت بيه ماشي هو باش كان عندنا امل في هذيك الارض خارجي عندي هو وخالي الاخر قال لي مع الوالده حتى هي قال لك غادي ذاك الارض صافي نحيدو نفكوا عندنا الورث ما عندناش كلشي محل قلنا لي صافي هو عليها مني صافي شحال من الناس بغاو يشريو من عندنا وداك الشيء صنا مشكل بنا واحد الجار حدانا غلط لي الطوبوغراف هذاك الطوبوغراف غلط لي هو عنده غلط مجا اللجنه ديال سميتو ديال البلديه والوكاله الحضاريه وداك الشيء جاو عندو قالوا لي كاين غلط ما يمكنش دابا انت مثلا عندك واحد القطعه فيها 300 متر تبنيها كامله خاصك تخلي حقك في الطريق ديال الجيز وداك قال لي خاصك تخلي حتى 8 متر وحنا 8 متر باش يدوز الطريق هو ما دارهاش ما التزمش بالمعايير ديال ما التزمش شويه جا هدم غير واحد المتر من واحد الجهه وما دارش حنا دابا حنا هما اللي عارفين التصميم ديال المدينه ما يمكنش حنا ندخلوا في اختصاصات ولكن من حقنا نشدوا النسخ ديال المحاضر ديال المعاينه كنطلبوا منهم حنا النسخ ديال المعاينه وحقنا راه عبد الله غادي ندير نمشيو مع المحكمه الاداريه تاع النسخ ديال المعاينات ما بغاوش تمشي لهنا العماله عندهم هنا البلديه تقول لك سير عاد الباشا الباشا تيقول لك لا سير الباشا ما صنعش كان باقي جاي جديد قال لك سير العماله قسم التعمير كل مره كنمشيو لبلاصه بقاو كيدوروا فينا هو راكم شفتوا تماك البنايه قداش ولات حتى يبيع البارتمنت للناس وما يمكنش حنا نداعوا مع الناس بشاري انت مثلا شاري واحد الشقه حتى لا علاقه لك بينا مع المشكل دابا هما تيبقاو كيماطلو فينا السيد يكمل وفك واجهه علينا دابا ولا غادي عندنا ديك الارض ما باغي حتى شي واحد ولات غادي وسط الطريق دفع علينا كامله ولات قاسمه من الوسط صافي مسؤولين من هاد والمسؤولين حنا والله يهديهم وصافي يعطيونا حنا هادوك حنا دابا هذا الموضوع ديال الموسو فين ولينا داخلين تاع طبيعه الحال لانه حنا بغينا حنا هادوك زوج نسخ ديال المحضر الاول والمحضر الثاني والله الله ياخذ الحق ياخذ الحق شي سؤال ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.